اهلا بيكم مره تانية. الجزء اللي فات كان شويه مرتبك، كان شويه في احباط، شويه في ياس، في شويه في انتحار. اعتقد ان انا قلت انيمكم بشويه امل. زي ما قلت لحضراتكم، في مجموعه شباب قعدوا مع بعض، قال لك ايه حكايه الاحباط والاكتئاب والقرف اللي مال الدنيا بسبب خناقات السياسه دي، واطلقوا مبادره اسمها اسمعونا في امل. في غضون 3 اسابيع كان عندهم عدد مشتركين كبير جدا وعدد مشاركين كتير جدا وعدد من المشاريع اللي موجوده على الارض. على طول تلقوا اتصال من الرئاسه، راحوا قابلوا الرئيس النهارده. انا معايا واحد منهم هو المتحدث باسم مبادره اسمعونا في امل، الاستاذ مصطفى زمزم. احكي لنا ايه التفاصيل اللي تدي لحضراتكم شويه امل قبل ما نروح للنوم. مساء الخير يا مصطفى. مساء الخير يا محمد. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مبسوط من الاجتماع النهارده يا رئيس؟ لدرجه كبيره جدا. خليني في البدايه اشكر حضرتك لانك من ضمن المؤسسين لهذه المبادره، واحنا اطلقنا المبادره من عندك هنا من البرنامج مع الزميل الدكتور محمد فتحي. خليني اشكر كل المجموعه اللي موجوده واسست الفكره معانا. مش عاوز انسى حد فيهم، لكن هم مجموعه محترمه جدا، شباب ناضج سياسيا ولكنه بعيد تماما كمان عن العمل السياسي. نحن لا ننضم لاي احزاب ولا هننضم الاحزاب ولا لنا اغراض حتى في اي منصب او برا الخناقه نهائي. احنا اتجمعنا يا محمد زي ما انت عارف ان عاوزين نخدم البلد. نخدم البلد ازاي؟ بشكل تنموي، بشكل خدمي، بشكل ثقافي، بشكل في مبادرات اجتماعيه تنمويه. اللي احنا جات لنا التجمع ده او الفكره يمكن في خلال 48 ساعه. محمد فتحي زميلنا والصديق الاعلامي المحترم كتب بوست على الفيسبوك، انا عاوز بس ادي جرعه الامل قد ايه تفاعل في خلال اسبوعين، ان في احد زمايلنا المؤسسين كمان معانا، هيثم نبيل، هو زميل في المواقع الرياضيه معروف طبعا، في كل الكلام بالظبط كده. هيثم، عشان برضو نعرف النجاح بيبدا ازاي، كان فكر انه يهاجر ويسيب البلد فكتب. فدكتور محمد فتحي او الزميل محمد كتب، طب انت هتسيبها تروح لمين، او هنسيبها لمين كلنا ونمشي. فبدانا نكتب كلنا، طب ما تيجي نقعد مع بعض يا جماعه ونخلق دايره امل ونخلق دايره تفاؤل. دكتور محمد فتحي قال طب انا عاوز زميلنا محمد دسوق يتكلم عنده، وانا عاوز محمود في اليوم السابع يتكلم، وانا عاوز مصطفى زمزم في العمل الخدمي والعمل الخيري مع الجامعات الاهليه النشطه الكبيره يطبق اللي احنا بنقوله. فقلت لهم لا، طب احنا مش هنقعد نتكلم، ما هنقدر نتكلم كل يوم، تعال نتقابل بكره. انا اسف، قلت تعال نتقابل الاسبوع اللي جاي. فدكتور محمد فتحي قال لا بكره، وانت يمكن رديت علينا على البوست قلت يلا يا جماعه انا جاهز، واتقابلنا على طول الحمد لله، وما قعدناش نتناقش في قضايا لسه هنفيد بيها ان شاء الله في الخطه الخمسيه الجديده وهنقابل الحكومه، لا احنا ما طلبناش اي حاجه. اشتغل على اللي في الارض. وقلنا مش عايزين فلوس من الدوله. قلنا يا جماعه في منظمات مدنيه ومبادرات اجتماعيه فعاله وموجوده على ارض الواقع، احنا جايين نقول للناس، نسلط عليها الاضواء ونقول في حاجه ايجابيه في البلد. مش كل الناس هتنتحر، ومش كل الناس هتوصل لدرجه من يعني ضيق الافق، او مش عاوز برضو نرمي اللوم عليهم، لكن انا بقول لك قبل ما تنتحر يمكن فكر شويه، فكر ان في نقطه ايجابيه، فكر ان انت ممكن تلجا لجمعيه اهليه بدل ما تلجا للدوله. لو الباب اتقفل في وشك عشان مش قادره مساعده زواج، او انت مش قادر تتجوز ومش عارف تعيش ولادك، روح لجمعيه واثنين وثلاثه. احنا هنبدا نخلق ده، هنبدا ننور لك ونقول الناس دي عناوينهم فين. طب ما ترفع لهم جرعه الامل بقى، قول لهم اللي حصل النهارده يا جماعه. بالظبط، هدخل على طول اللي حصل. احنا جالنا اتصال من السيد الرئيس بعد برنامج كنا بنتكلم فيه مع الشباب مع زميل الدكتور محمد فتحي، واتصلوا بينا مكتب الرئيس وقالوا احنا عاوزين نقابلكم بكره. بكره ده رحنا قعدنا مجموعه مننا اللجنه التنفيذيه للمبادره، حطينا جدول عمل، قلنا له احنا عندنا خطط زمنيه. على طول حصل اللقاء مع السيد الرئيس بعدها بيومين، اللي هو النهارده الصبح. احنا دخلنا 10:30 تقريبا ومخلص، وصلنا يمكن تقريبا 5 ساعات. 5 ساعات مش بنتكلم كلام فاضي او كلام مستقبلي، لا كان بنتكلم بورق بالظبط، خطة زمنية محددة. أنا عاوز بقى عشان أكلم الشباب وأكلم كل المواطنين وكل المشاهدين، إحنا دخلنا للسيد الرئيس وهو عارف إحنا مين واحنا جايين نعمل ايه، وخد جرعه امل من اللقاء اللي اتفرج عليه واحنا في احدى البرامج التلفزيونيه، وقال انا مبسوط وسعيد ان انا الاقي شباب مش منشغل بالقضايا السياسيه فقط ولا مرتبط باحزاب ولا اي شيء، هو عاوز يفيد البلد من خلال عمل مدني او مجتمع مدني، هو الضلع الثالث للدوله وللاعلام، ومعانا 3/4 مشتغلين وعاملين وفاعلين في المجال الاعلامي والصحفي. قعدنا النهارده وانت كنت مشارك معانا وفعال في اللقاء حقيقه عشان ندي كل واحد حقه، ان السيد الرئيس كان مهتم وفاعل في كل رد على كل طرح للمبادره. صحيح. احنا اتكلمنا على اهم شيء والحمد لله ان احنا خدنا منه دعم كبير جدا. قلنا يا فندم احنا نازلين
قول لهم بس انه تقريبا كل حاجه اتطلبت من الناس النهارده رد عليها رد واحد، لك هذا يا مصطفى. ايوه لك هذا يا كريستيانو. أيوة حصل. فتقريبا كل الناس حصل. خرجت في مبادرات وهي واخده الدعم الكافي يعني. انا عاوز اقول ان احنا كان معانا، عاوزين نقول بقى مش جايين نقول لصانع القرار هات لنا امكانيات، هات لنا ماديات، هات لنا دعم لرئيس الوزراء او المجلس الوزراء بشكل كامل. احنا قلنا يا فندم احنا عندنا خطه وعندنا زمن محدد، حتى ما كناش رايحين نطلب فلوس يا جماعه، يعني المبادره دي ما رايحينش نطلب فلوس خالص جماعة. ولا رايحين نقول له ان شاء الله السنه الجايه هنعمل. احنا بنقول يا فندم احنا عملنا وطبقنا ارض الواقع واتجمعنا في اسبوعين، وقبل الاسبوعين كنا شغالين. احنا ما بنمثلش ال 20 بني ادم اللي كانوا موجودين، احنا بنمثل الاف كل يوم بتنضم ومبادرات جديده تنضم، لكن احنا بنختار قوي وننتقي بشكل عملي وعلمي المبادره تنضم ليه. النهارده بنقول المبادره هنلونها وينزلوا يعملوا في مناطق عشوائيه ويعملوا مناطق كباري او يعملوا في المعادي، ويتصل بيهم رئيس الوزراء وينزل يشارك معاهم. مبادره مرور كايرو اللي هيحل مشكله المرور ان شاء الله بتوعيه وعمل انشاء اذاعه، والرئيس النهارده اثنى على مجهودهم جدا وقال لهم انا معاكم وشوفوا انتوا عاوزين ايه. صحيح. حتى لو مش هديكوا تردد وتعملوا اذاعه هديكوا برامج في الاتحاد الاذاعه والتلفزيون. احنا اتكلمنا معاه على مشروع لتنميه القرى اكثر احتياجا. احنا كنا حاطين خطه ل50 قريه في سنه، قال لا 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 احنا عاوزينها في 6 شهور. انا عملت قناه السويس في سنه، فانا عاوز ال50 قريه. انتوا بقى بالهمه والعزيمه والامل اللي بتخلقوها عندي ده وانا قاعد معاكم. هو الشريف اسعد اتخض. صحيح بالظبط. الشريف ده مدير التخطيط يا جماعه اللي معانا، هو بيقول له يا فندم احنا هنعمل ال50 قريه دول في 12 شهر. لا فالشريف تقريبا اتعمل كده. انا كمان عملت كده. قال له يا فندم 3 شهور يا باشا، 3 شهور يا باشا. انا لما هو قال 6 شهور فانا قلت طب الميزانيه يا فندم. انا قمت رافع ايدي على طول، فقال لي انت ايه اللي محتاجه؟ قلت له انا عندي ميزانيه متبرعين واهل الخير والشركات والمسؤوليه المجتمعيه السي اس ار بتاع الشركات مش هيكفي. انا تفكير انا وشريف عشان احنا قاعدين نخطط وراسمين جدول سليم مع الجامعات النشطه. يعني احنا معانا 4-5 جامعات هتشترك وهيقابلوه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، ووعدنا بده. وكان دي مبادره ثانيه احنا كسبناها النهارده، انه يقعد مع جامعات اهليه فاعله في المجتمع. لما شريف قال 50 قريه في 12 شهر، سياده الرئيس قال لا 6 شهور. هو قال انا داخل معاكم يعني. ده اللي شجعنا اكتر، انه يا فندم خلاص. هو شريف حتى قال له لو حضرتك داخل معانا فيها والدوله هتساندنا فيها احنا هنعملها في 3 شهور. صحيح. والكره دي اتحددت مكانها يا جماعه، واتحدد السيستم بتاعها وهيتعمل فيها ايه بالظبط. ويوم الخميس ان شاء الله، عشان مش هنضيع وقت، احنا نازلين بكره الاقصر، احنا مسافر الفجر ان شاء الله. جزء من اللي هو النهارده ادانا تعليمات بيه انه موافق على مستشفى الاقصر، ودي امل كبير جدا. اهل الصعيد كله مستنيينه لعلاج الاورام، وهتعالج 25% من سكان 6 محافظات، وهيوفر لنا الاجهزه عن طريق القوات المسلحه بخصم يصل اكثر من 50%. النهارده احنا زرنا كده المستشفى، كانت واقفه بقى لها سنتين ده اكتر. ده انا هقول لك على خبر الجديد بقى، ان احنا النهارده كان واقف مشروع مستشفى اسيوط، مستشفى القلب في جامعه اسيوط، اجراءات روتينيه بقى لها اكتر من سنتين وشويه. النهارده حصل اتصالات واجراءات ان الهيئه الهندسيه القوات المسلحه هتبدا. احنا معانا فلوس. انا باخدش لا من الجيش ولا من الدوله، انا محتاج بس يقولوا لي كشاف كده هتشتري منين، هتجيب كذا عشان تفعل. صحيح. انا محمد عاوز اقول من ضمن جرعه الامل، واحنا قاعدين اجتماعنا الاخير في مبادره تسمعونا، حضر معانا في اللقاء خبير عالمي في زراعه القوقعة اماراتي الجنسيه. انا سمعت عنكم. انا عاوز امد ايدي. انا بروح جامعه اسيوط، بروح جامعه اسيوط كل شهر اعمل 5 عمليات زراعه قوقعه. انتوا هنا في قناه النهار صورتوا ده. هو بيشتغل في جامعه اسيوط، الراجل منتهى الاحترام والاخلاق، الامارات اللي بيعشق المصريين. لكن انا عندي دعم، انا كطبيب، انا كراجل بزرع قوقعه، ان انا اعمل معاكم كل شهر 50 عمليه. 50 عمليه، العمليه واحده بتكلف 150,000 جنيه. فانا اقول لك انا شارك معايا بالنص وانا النص. فدي من ضمن الامل احنا بنديه بقى للاسر كلها، اللي ابنها ما بيسمعش وهيعيش طول عمره. ساعات نيجي يقول لك هنا التامين الصحي بعد 6 سنين ما بتاخدش، ما تعملش عمليه زرع قوقعه عشان ابنك مش هيسمع. قال لي الكلام ده خطا. وعوا الناس، فهموهم ان بعد 6 سنين لغايه 20 سنه اقدر اعمل له زراعه قوقعه ويسمع ويتكلم. هرجع للقاء الرئيس النهارده، لما كلمنا في 50 قرية وكلمنا هنشتغل، وهيشارك معانا مؤسسة الرئاسة بدور فعال، وهيكون في تواصل، آلية تواصل ما بين مبادرة تسمعونا ومؤسسة الرئاسة. هيكون لنا إن شاء الله لقاء يعتبر شهري بنقول فيه النتائج والإجابات اللي حصلت إيه. ما احناش بنقول احنا نقعد مع سيادة الرئيس كل شهر او نضيع وقت لصانع القرار، احنا بنبعت له او بنرسل له عن طريق الآلية اللي هتتوفر ما تم تنفيذه بالظبط كده يا فندم. والخطة الجديدة بتاعتنا ايه؟ طب في من ضمن المبادرات مبادرة برضو تم الحديث عنها، واعتقد انها تحل مشاكل كتير جدا بالنسبة لنا، اللي هي كشك الرحمة. بالظبط يا فندم. ممكن تقول للناس ايه هي كشك الرحمة؟ احنا بنتكلم يا جماعة عن مجموعة من المبادرات شغالة على الأرض، لكن كل واحد كان شغال في طريق، فقررنا ان احنا نلم الحاجات دي كلها في باكج واحد عشان تدي أمل للناس، علشان فلوس حضرتك اللي بتدفعها في الخير أو جمعية معينة تبقى رايحة فعلا في عمل تنموي وما تضيعش هباء. من ضمنها مثلا كشك الرحمة اللي اتكلمنا عنه مصطفى. كشك الرحمة اقترحه الدكتور علي جمعة ومصر خير وجمعية الأورمان وبنك الشفاء، قعدوا مع السيد رئيس الوزراء.
كنت انا شريك في المبادره، لان كنت عاوز اعملها بشكل مختلف تماما. فرئيس الوزراء قال لا ده احنا نعمل كشك ونرخصه ونديكم التصريح اللي انتوا عاوزينه. فقلت طب انا اول حد هنزل انا بقى كشباب من الجامعات ديت، ويمكن احنا بنتكلم ان احنا بنلتقي كلنا وشركاء في التنفيذ في العمل الاهلي مع بعض. فقلنا لا ده احنا هنروح معهد القلب. معهد القلب هنا عنده قوائم انتظار رهيبه ومش هيقدر عليها لوحده. فقلنا احنا من خلال كشك الرحمه دي هناخد مثلا طوابير الانتظار نقلل 1000 حاله شهريه من معهد القلب ومن المعاهد او المستشفيات الاخرى الحكوميه. طيب هنروح لمستشفى زي القصر العيني او ابو الريش او الدمرداش وهنعمل الكشك ده. مناديب الثلاث اربع او خمس جامعات الكبيره هيكونوا موجودين داخل كشك الرحمه، هو شباك الواحد لخدمه الفقير زي ما نعمل الشباك الواحد للمستثمر. هو جاي يخلص اجراءاته وانا عاوز الفقير ده يبقى برضه له الكرامه دي وله الاحترام من الجمعيات، وما يفضلش هو عشان ابنه مرمي في المستشفى او قاعد في طرقه المستشفى بيلف على اماكن الجمعيات ويا يعني انا اسف في الكلمه ممكن يتسول ثمن العمليه. لا احنا جايين لك في المكان، العميد بتاع المكان او مدير المستشفى هيقول انا عندي قايمه ودول غير قادرين او دول التامين الصحي مش عارف يعالجهم او دول نفقه الدوله مش عارفين يدخلوا فيها، وبالتالي الولد هيموت، انا محتاج النهارده دعم. فانا هخلص الاجراءات دي، احنا قلنا كنا بنقول في 48 ساعه على حسب كلام الرئيس لازم نخليها في ساعتين مش في 24 ساعه. مندوب من وزاره الشؤون الاجتماعيه يكون موجود معانا داخل هذا المكان يخلص للجمعيه اللي هتدفع للمريض، هي عاوزه تسويه لاموالها اموال التبرعات اللي هي مؤتمن عليها. فبالتالي هو لازم الدوله تكون منسقه ده مع المستشفى معانا احنا. فاحنا قلنا هنجرب النموذج ده ان شاء الله. يعني انتوا بتشتغلوا كانكم حلقه وصل علشان تسهلوا الاجراءات الاداريه لكل مبادرات الخير والعمل التنموي والعمل. بالظبط يا فندم. يعني انت عاوز تشتغل زي ما الجمعيات الاهليه بره بتشتغل، اللي هو اديني مستشفى ما بقى وانا هشتغل عليه بس اديني اجراءات وترخيصات. بالظبط. انا هضيف جزئيه. الجمعيات الاهليه في كل الدول الغربيه والدول المتقدمه او الدول حتى اللي بدات تشم نفسها زي الهند وتايلاند وكل الدول اللي احنا شايفين فيها التنميه شغاله كويس جدا قامت على المجتمع المدني. صحيح. الجامعات العالميه اللي احنا دلوقتي بنتفخر لك واخد شهاده من جامعه كذا او من امريكا او مش عارف من فرنسا او كلهم اللي انشاهم الجامعات الاهليه. جامعه القاهره اللي احنا فيها النهارده التاريخ العظيم ده هو اللي انشا المجتمع المدني، تبرعات مش انشاتها الدوله. اللي انا بتكلم عليه ان احنا النهارده ما نبدا يعني ناخد بايدين الناس الفقراء وننمي لهم قراهم وبتاع، نفضح احنا بقى كمجتمع مدني وكمبادره تسمعونا نركز بقى نقول يا جماعه تعالوا معانا نعمل بحث علمي، تعالوا معانا ننشئ جامعات، تعالوا معانا نفكر كيان موازي شويه اسرع من الكيان المترهل بتاع الدوله بالزبط. الاداري. بالظبط. انت كلمت الرئيس النهارده عن وجود 40,000 جمعيه اهليه ما لهمش خريطه واضحه، وطلبت ان يبقى في خريطه واضحه، يبقى في مؤتمر عام سنوي علشان ما بقاش فيه جمعيات بره الاطار كده ناس. أيوة. بتاخد فلوس الخير وترصفها. أيوة. في اي حاجه في الدنيا. أيوة. ايه تصورك للموضوع ده؟ تصوري ان انا جيت من سنتين كده اهوت قعدت مع وزي كان قبل الدكتوره غاده والي في وزاره التضامن، فقلت لهم احنا عاوز خريطه للجمعيات الاهليه. مفيش خريطه. روح لرئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه. رحنا رئيس الاتحاد العام للجمعيات ما عندوش رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه. طيب احنا هنروح لمين؟ فقلنا ده احنا هنلجا بقى، انا عندي مثلا هتكلم على الاربع خمس مؤسسات الكبيره اللي بتشتغل في المجال ده كل واحده فيهم بتدعم 7,000 جمعيه. فقدرنا نجمع منهم الداتابيز اللي موجوده عندهم باسماء الجامعات اللي في القرى والمحافظات. خلي بالك ان مش كل الجامعات المشهوره والشهيره هي اللي بتشتغل، بس في جامعات في القرى وفي المحافظات نشطه جدا. بل ان انا يعني اضيف على ده ان هم يقدروا يشتغلوا في التنميه في القرى الفقيره اللي هننزل فيها ديت موازي للخط اللي احنا هنمشي فيه للتمويل. احنا بنجيب تمويل وبنجيب جامعات كبيره عشان عندها اسلوب علمي ومدروس وناس منسقين ومحترمين، ومش عيب ابدا ما نطلع نتفاخر ان عندنا نماذج ايجابيه زي دي، لان الدول العربيه دلوقتي بقت بتاخد منهم التجارب بتاعتهم. لما اتكلم عن ان انا النهارده بعمل داتا بيز ل 40,000 او ال 45 وما يوصلوا ل 45,000 دلوقتي، وده عدد قليل على فكره. ساعات الناس بتقول لك 45,000 جمعيه، ده احنا يا جماعه وصلنا 100 مليون. 45,000 جمعيه ده عدد ضئيل جدا لانه شغال منه فعال بس 1000. ناس تبالغ قوي تقول لك 10,000 شغالين، انا بقول ده صعب جدا لان احنا نصهم للاسف فاتح مقرات ومش شغال، فاتح يفط وحاطط على مقرات. صحيح. يعني بيلم فلوس وخلاص. احنا عندنا كارثه. احنا قلنا للسيد الرئيس النهارده ويمكن اقترحت ده، قلت له يا فندم نعمل مؤتمر للجمعيات ديت وهنبدا نعمل، احنا عندنا اليه ان شاء الله مبادره تسمعونا وهنعرضها يوم الخميس في اجتماعنا اللي جاي، ان احنا نقول المبادره دي لما يجتمع السيد الرئيس في قاعه المؤتمرات باهم 1000 او 2000 جمعيه نشطه ولها وهيتقدموا، هنعملها زي مسابقه. صحيح. هتقدم عشان تقابل السيد الرئيس. سبقة اعمال بقى اتفضل يا فندم. انت عملت ايه وهتعمل ايه؟ يعني انت في السنه دي احنا اللي تصورك احنا اللي هننظم ده. لما اجيب النهارده اطلع من 40,000 جمعيه لو تقدم لي 1000 وجولي في قاعه المؤتمرات عملنا لهم كل واحد بارتيشن بيعرض حاجته. السيد الرئيس هي تشجيع، هو النهارده بيقول لك انا داعم لك. صحيح. انت عاوز ايه من صانع القرار؟ هنقعد وهنشوف شغلهم وهنشوف النماذج بتاعتهم وهنقعد مع بعض ونتكلم ازاي نبني في البلد وازاي ننمي في البلد. طب سؤال اخير،
تصور الخطوه الجايه لسمعونه ايه؟ الخطوه الجايه والمشروع الاولاني اللي الناس ممكن تشم ريحته كده من على بعد بعد شهرين او ثلاثه. خليني اقول لك احنا برضو في مبادره تسمعونا احنا شغالين باسلوب علمي جدا واسلوب مؤسسي، واسسنا لنفسنا كل واحد مجموعه بيتولى لجنه من اللجان، احنا حوالي 5 لجان دلوقتي، اللجان التخطيط والزميلنا الاستاذ شريف اسعد وكاتب ساخر وراجل محترم جدا. صحيح. وبيدينا جرعه تفاؤل كل يوم كده انت شايف على التواصل السوشيال ميديا. لازم قبل ما تنام تسمع شريف اسعد عشان الناس برضه تبقى عارفه. شريف اسعد من الناس اللي ان شاء الله مستقبلا هيكون له دور عظيم جدا في الكتابه الساخره. عندنا زميلنا دكتور محمد العقبي ماسك لجنه التواصل المجتمعي، عندنا زميلنا دكتور محمد فتحي هو منسق عام، عندنا حضرتك ويمكن انا مشاركين في اللجنه الاعلاميه. احنا عندنا كمان حاجه في المبادرات دي يا جماعه، ضمن الحاجات اللي طرحت النهارده انا اسف جدا اقولها مش هقدر اتكلم عنها بشكل سريع، تقريبا اول واهم مبادره بتشتغل في سينا بتعمل مستشفيات بتعمل مدارس وبتعمل اكواج، وتقريبا المبادره دي نجحت النهارده في انها تقتنص من الرئيس قرارات بانه ربط اهالي سينا مجددا بالقاهره عبر رحلات معينه، وزاره الشباب لها دخل وندوات هناك ومدارس هناك ومدارس المعلمات علشان ما نسيبش اهلنا في سينا كده في الطل وفي واحنا هننزل معاهم كمان بزن. احنا ان شاء الله نازلين مع دكتور عادل بسرعه عشان وقت حضرتك. احنا ايه احنا نعمل ايه الفتره اللي جايه او خطتنا ايه؟ خطتنا ان احنا قسمنا نفسنا وهنشتغل في مشروع ال 50 قرن مركزين عليه. كل المبادرات اللي اتجمعت وانا مش عاوز انسى اي مبادره عشان وقت البرنامج، لكن كلنا هننزل في النماذج دي وهنشتغل فيها بقلب زي الحديد لان احنا ورانا صانع القرار الاول. مش هقدر اعلن طبعا احنا هنبقى الشكل المؤسسي عامل ايه الفتره اللي بعديها بعد ما نخلص مشروعنا 50 قريه الا لما طبعا ما نرجع لمجلس المؤسسين. النهارده كمان اسمعونا من ضمن الحاجات الحلوه مبادره لونها كريستين اللي هي اصغر عدوى تقريبا في اسمعونا، 21 سنه طالبه في الجامعه، تقريبا النهارده كانت بتفاوض مع الرئيس على مشروع ضخم جدا يخص قناه السويس. اعتقد ده لو حصل وهو وافق على فكره يعني هو ابدا موافقه مبدئيه والموضوع بقى قيد الدراسه فيما يخص قناه السويس في اكبر جداريه مصريه على وجه الارض بفلوس الناس العاديه، مش من فلوس الدوله، مش من فلوس اي حد. هتعرفوا قد ايه انه الناس اللي عندهم 21 سنه دول اللي بعض الناس بيقولوا عليهم عيال وما يقدروش يعملوا اي حاجه يقدروا يغيروا شكل البلد دي ونظره العالم كله لشكل البلد دي. شويه امل من اسمعونا النهارده ومن لقائهم مع رئيس الجمهوريه. انا بشكر جدا الاستاذ مصطفى زمزم، بشكر جدا كل عضو من اعضاء اسمعونا على الامل اللي بنشروه في الشوارع بدون مقابل. نتمنى انه املهم يوصل لكل الناس، ونتمنى كمان ان هذه المبادرات بعد شهر او ثلاثه يبدا انتاجها الفعلي للظهور على الارض. هو موجود دلوقتي ولكنه يحتاج فقط الى التسويق. دي كانت حلقتنا النهارده في الصحافه اليوم، بكره ان شاء الله ليكم جوله جديده مع زميلتي ساره حازم في الصحافه اليوم. تصبحوا على خير.